دجلة وحليب مع الدكتور لهفيلي منصر. حبل الكذب قصير، وهذا مثل وهذا قول يعري ويفضح الكذب، وبشكل غير مباشر فإن هذا القول ينتصر للصدق والوضوح والمصارحة والشفافية. في العادة فإن الحديث عن الكذب والصدق هو حديث أخلاقي، حديث ديني، وهذا الجانب وهذه الزاوية في الرؤية ومن الرؤية والطريقة في الطرح أمر مفهوم ومحمود، فالله تعالى مع الصادقين، والشيطان في النهاية هو محرك الكذب والكذابين. الصدق من الحق والإيجابية، والكذب من الباطل ومن السلبية. ولكن وحتى وإن تركنا جانبا الأخلاق والدين وفكرنا في الكذب من زاوية اجتماعية وحياتية، فإننا نظفر بالكثير ونكسب الكثير من قضية الصدق. قبل جوان 1967 كانت هناك كذبة كبرى استمرت قرابة 20 سنة بين العرب، كذبة أن الدول العربية منيعة مقتدرة قوية، وكذبة الجيوش العربية التي لا تقهر. هذه الكذبة سقطت سقوطا مدويا في ساعات قليلة لما أبادت إسرائيل طيران الجيوش العربية، والذي أباد طيران الجيوش العربية حقا ليس الطيران الإسرائيلي، هذا في الظاهر فقط، أما باطنا فالكذب هو الذي دمر وأباد. كان الحديث بعدها عن النكسة العربية، من أين أتت هذه النكسة؟ من اعتقادنا بسبب الكذب المنتشر أن النتائج ستكون بالضرورة عكس الذي حصل فعلا. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار عنصر الكذب وتأثير هذا العنصر وفعله، فما حصل طبيعي وعادي. الدول التي تقوم على الصدق في إدارتها، توجيهها وأرقامها وتخطيطها وميزانياتها، في تعاملها أيضا مع المنتسبين إليها، هذه دول قوية بالضرورة، متينة نامية ولا تعرف الانتكاس. في السنوات الأخيرة رأينا كيف أن أنظمة كانت تدعي تحقيق المعجزات، رأينا كيف أنها تزول وتسقط في لمح البصر. هذا إذا وسعنا النظرة وشفنا بالكبير وفكرنا في الأحداث الكبرى، ولكن حتى في تفاصيلنا اليومية نكتشف نفس الوقائع ونفس الحقائق المريرة. التلميذ مثلا الذي ينفخ في معدله شهرا بعد شهر، ويكتشف تكتشف العائلة عند اجتيازه الامتحانات والمناظرات الجدية، تكتشف أن ابنهم دون ذلك بكثير. الخطوبات السعيدة التي كل رأس مالها بسمات ووعود، ونكتشف بعد شهر أو أقل من ذلك من الزواج نكتشف أنها كانت كذبة كبيرة أيضا، تنتهي بأبغض الحلال، وأبغض الحلال هو الطلاق. المهندس صاحب الشهادات والخبرة، المبجل والمشهور بين الناس، والذي نكتشف بسبب الطمع والجشع أنه ضعيف أمام المال، وأنه يتسبب في خراب منازل وفشل مشاريع مكلفة. الأحزاب السياسية التي تعد وتعد ولا يأتي منها شيء. الإعلامي الذي يبيع ضميره بحفنة من الريالات أو الدولارات ليفتن ويخرب مجتمعه. إعلامي جميل الشعر ولكنه قبيح الشعور، ظاهر خير وباطن شر. إذا كانت المجتمعات مخترقة في تفاصيلها الصغيرة وفي قراراتها الكبرى مخترقة بالكذب، فأين تذهب هذه المجتمعات؟ تذهب إلى الاهتراء وفقدان التوازن وصولا إلى الأخطر. كيف يمكن إصلاح كل هذا؟ ليس سهلا هذا الإصلاح، ولا يتحقق بسرعة نرجوها، ولكن الأكيد أن البوابة أو البداية أن ننتصر للصدق، لأن الكذب حرام، ولأن الكذب خراب، ولأن من يريد أن يبني حقا ويؤسس، من يريد أن يبني هو ضد للكذب وضد للخراب. أسعد الله صباحكم بكل خير، وبارك في الخير أعمالكم. دجلة وحليب
مع الدكتور لافيلي منصر.